أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن تأييد بلاده الكامل للإجراءات التي اتخذتها الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دولة الكويت بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بخلية العبدلي ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية. وأكدت الخارجية الكويتية أنها أبلغت السفير الإيراني في البلاد رسميا بقرار خفض العدد الدبلوماسيين الإيرانيين لديها وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة الإيرانية. شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أن بلاده لن تتساهل مع الإرهاب وتمويله، داعيا قطر إلى وقف دعم الإرهاب والتجاوب مع المطالب العربية. وأكد الوزير السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي في بروكسل أن ذلك هو توجه السعودية والدول الثلاث الداعية لمكافحة الإرهاب، في إشارة إلى الإمارات ومصر والبحرين. قتل 28 جنديا في جيش الأسد في كمين نصبه لهم أحد الفصائل المقاتلة في الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق خلال محاولتهم شن هجوم، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد إن عددا كبيرا من عناصر قوات الأسد والمسلحين الموالين له قتلوا في كمين نصبه لهم مقاتلو المعارضة السورية خلال محاولتهم الهجوم في جبهة بلدة الريحان في غوطة دمشق الشرقية. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن تقدمها في حي نزلة إشحاد جنوب مدينة الرقة وسيطرتها على نقاط استراتيجية عدة في الحي بعد اشتباكات مع تنظيم داعش. وأسفرت الاشتباكات في الحي عن قتل 9 أفراد من داعش، فيما أفاد ناشطون بأن قوات سوريا الديمقراطية باتت مسيطرة على الأرياف كافة وصولا إلى مداخل المدينة. قالت الشرطة العراقية إن القوات الأمنية استعادت السيطرة اليوم على قرية إمام غربي جنوب الموصل من تنظيم داعش الذي احتلها، بينما كانت دفاعاته تتداعى داخل المدينة. ويجري الجنود الآن عمليات تفتيش في أرجاء القرية بحثا عمن تبقى من المتشددين. وقالت مصادر في الشرطة العراقية إن القوات عثرت على جثتي صحفيين عراقيين قتلا هناك بعد وقت قصير من هجوم المتشددين عليها. أظهرت دراسة أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم عقاقير مضادة للاكتئاب خلال فترة الحمل يواجهون فيما يبدو خطر الإصابة بالتوحد بنسبة أعلى قليلا من غيرهم. وأشارت دراسات سابقة كثيرة إلى صلات بين تناول مضادات الاكتئاب خلال الحمل وإصابة الأطفال بمرض التوحد. إلى اللقاء.